بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف تتعامل مع الله إذا تأخر رزقك؟ ربما يخطر ببالك أنني سأقول لك اليوم أشياء تفعلها لتزيد من رزقك كالاستغفار أو ترك الذنوب. لا لا، أنا لن أفعل ذلك، فأنت تعرفها مسبقا، لكني اليوم أريد أن أغير مفهومك عن الرزق إلى أشياء جديدة كليا. ربما إذا تابعت هذه الحلقة ستتغير نظرتك عن الرزق تماما، أنا لا أبالغ. لكن في البداية يجب أن نعلم أن عدم الرزق رزق. كيف؟ عندما يتأخر رزق الطعام والشراب والوظيفة والتجارة يأتيني مكانه رزق آخر، وهو الثواب والحسنات والأجر. أليس الإنسان يؤجر على كل مصيبة؟ إذا تأخر رزق الدنيا يفتح لك أبواب رزق الحسنات، وهو رزق الآخرة الذي هو أفضل بالطبع. يقول الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. فصار عدم الرزق رزق. الذكي هو الذي يعرف ما هو الرزق العادي وما هو الرزق الحقيقي. كثير من الناس لو سألته ما هي أرزاق الله التي أعطاك إياها، أول شيء سيخطر بباله هو الطعام، الشراب، الأولاد، الوظيفة، ربما المنزل أو الصحة. لا، يوجد رزق أفضل من هذا، وهو الرزق الدائم، لأن الرزق الذي يدوم أعظم من الرزق الذي لا يدوم. رزق الحسنات رزق دائم، ورزق المال رزق مؤقت. صلاتك تعتبر رزق، والأذكار التي تقولها في الصباح والمساء أو بعد الفريضة يعتبر رزق. عندما تكون نائما ثم تستيقظ فجأة لوحدك وبدون أن يرن المنبه، فتقوم وتصلي ركعتين بالليل، هذا رزق. أو حتى عندما تستيقظ لصلاة الفجر ولا تفوتك، هذا رزق أيضا، لأن بعض الناس لا يستيقظون. عندما تمر على فتنة ويعطيك الله صبرا على أن تغض بصرك إلى أن تنصرف هذه الفتنة عنك، هذا رزق. أيضا عندما كنت في المنزل وطلب منك أبوك أن تحضر له كوبا من الماء، هذا رزق، لأنك لو كنت خارج المنزل لفاتتك هذه الفرصة. ربما يأخذ هذا الرزق أخوك أو أختك، لكن حصولك على بر والدك ولو بشربة ماء رزق. ألا يحصل أحيانا أنك تكون سرحانا في الصلاة ثم فجأة وكأنك استيقظت، فتبدأ تركز وتخشع في الصلاة؟ هذا الاستيقاظ في الصلاة رزق من الله، هذا هو الرزق الحقيقي، الرزق الذي يدوم إلى يوم القيامة، فتراه في صحيفتك التي أرجو من الله أن تكون بيمينك. هذا هو الرزق الحقيقي، وليست السيارة الفلانية أو الراتب الفلاني. إن رزق المال يعطيه الله عز وجل لجميع الخلق، الصالح والفاجر. أما رزق الحسنات فإن الله تعالى لا يعطيه إلا لأحبابه. إذن قبل أن نحزن على تأخر الرزق، يجب أن نعرف ما هو الرزق الذي نحزن على تأخره، وما هو الرزق الذي تأخره يعتبر رزقا آخر. وإذا نظرنا بالعكس، فبالمقابل يكون المال الذي أتى من طريق غير مباح كرشوة أو غش أو تلاعب، فهذا ليس برزق، هذه عقوبة. لأن الرزق إذا كان سيعذب الإنسان عند قبض روحه وفي البرزخ وأيضا يوم القيامة، هذا ليس برزق، هذه عقوبة. فبعض الناس يظن أن المال إذا أتى حتى ولو من طريق محرم فإنه نعمة، بل هو عقوبة ونقمة. العقوبات لا تكون دائما على شكل ابتلاء ينزل على البدن أو الأبناء، لا لا، أحيانا في الدنيا يعاقب الله العبد على معصيته بمعصية أخرى، وهذا أشد
مما لو أنه عاقبه عليها بعقوبة ابتلاء كالمرض وغيره. مثلا شخص أخذ رشوة، هذه معصية، يمكن أن يعاقبه الله عليها بمرض في جسده، هذه تسمى عقوبة ابتلاء، هذا النوع الأول. ويمكن أن يعاقبه الله عليها بعقوبة من نوع آخر، ما هي؟ أن تكون العقوبة معصية أخرى، مثل أن يسهل له رشوة أخرى فتكتب عليه الآن معصية ثانية، أصبحت معصيتان، هذه عقوبة، بل هي أشد من النوع الأول. هذه العقوبة أشد من النوع الأول، لأن عقوبة الابتلاء بالمرض ونحوه قد تكون مكفرة لمعصية الرشوة، فتمنع صاحبها من العذاب يوم القيامة. أما إذا عاقبه سبحانه بأن أوقعه في معصية أخرى جزاء له على المعصية الأولى، فهذا العقاب أشد، لأن العذاب الآن سيزيد عليه يوم القيامة والعياذ بالله. والمصيبة أنك تجد هذا المسكين يفرح بالمال الجديد الآن المحرم الذي أتاه، وربما يقول الحمد لله ويظنه رزق. يا أخي هذه عقوبة وليست برزق. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. يا أولا وقبل كل شيء، إذا تأخر رزقك فأحسن الظن بالله، لا تقل لماذا لم يحصل لي رزق الفلاني أو الوظيفة الفلانية، اقبل رزقه سبحانه بأدب، لا تقل هذا قليل هذا ليس ما أردته أريد أكثر، لا اقبل هديته بأدب، فأنت لا ترد البشر إذا أعطوك هدية، بل تقبل كل هدايا. ولا تقل لماذا هديتك صغيرة، ولا تقل لمن دعاك لوليمة لماذا لم تطبخ لنا لحما، أنت دائما تقبل من المخلوق هديته، فمن باب أولى أن تقبل من الخالق هديته. وقد عاتب ربنا سبحانه من لا يقبل الرزق القليل ويتسخط من ذلك، يقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يجب أن تشعر بالرضا، ارضى عن الله. أنت تعلم أنه سبحانه عنده من الملك والمال ما يغنيك وزيادة، وأنت تعلم أيضا أن الله يحب أن يعطيك أكثر من إرادته في حرمانك، أصلا رزقك لا ينقصه بشيء ولا يخسره شيئا، ولكن حكمته تقتضي ذلك، فهذا هو الأفضل لك، فرض عن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رضي فله الرضا، يعني من رضي بقضاء الله فإن الله سيرضى عنه، بل إن العبد الراضي عن الله يصل إلى مرحلة يعمل فيها أعمالا صالحة قليلة ويدخل الجنة، لا يحتاج إلى أعمال كثيرة أبدا. قال ابن القيم: إذا رضي العبد عن ربه بأنه قد أعطاه فقط القليل من الرزق، فإن الله تعالى بالمقابل سيرضى عن العبد بالقليل من الأعمال الصالحة، بحيث يعمل العبد أعمالا قليلة ويدخل الجنة، لأنه رضي عن الله فرضي الله عنه، والجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وأي شيء أحب إليك من أن تصبح وتمسي والله جل الله في علاه من فوق سابع سمائه قد رضي عنك، هل يوجد شيء أحلى من هذا؟ وفوق هذا كله، فإن الرزق في النهاية سيأتيك عاجلا أم آجلا سيأتيك. هل رأيت أحدا ليس له رزق؟ مستحيل. يقول أحد العلماء: إن الرزق يطارد العبد كما يطارده الأجل، بل أحيانا يأتي إلى الخلق رزق الله من حيث يستحيل أن يكون هنالك رزق، لكن سبحانه هو من عند الله،
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أرجوك تابع معي هذا المشهد. يا الله يا الله. هذا أرنب صغير فقد أمه، وكان من المفروض أن يموت لأنه لا يوجد من يعتني به ولا من يرضعه، لكن رزقه الله من يعتني به من حيث لا يحتسب. إنها قطة، من عادتها أن تأكل اللحوم، فكان بإمكانها أن تأكله، إلا أن ربنا قذف في قلبها حبه. لدرجة أنها تعامله كواحد من أبنائها، يلعب معهم ويركب على ظهر أمهم، بل إنها ترضعه مع أبنائها. سبحان الله، فكأنه أخوهم الذي لم تلده أمهم. يا الله يا الله. واحذر من شيء خطير جدا قد يحدث في ثانية واحدة فيهلكك. ما هو؟ احذر كل الحذر أن ترى شخصا لديه رزق وفير ويستخدمه في المعصية فتقول في نفسك ليتني مثله. إياك، هذه خطيرة، لأنه قد تسجل عليك في صحيفتك مثل سيئات ذلك الغني العاصي بسبب نيتك. أليس كلنا يحفظ الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال إنما الأعمال بالنيات؟ سبحان الله، يكتب عليك وزر معصيته وأنت لم تتلذذ بها حتى، فتخسر الدنيا والآخرة. إياك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بنيته فوزرهما سواء. يا الله يا الله. يجب أن نعرف ما هو الرزق الذي تأخر عليك؟ هل هو رزق ضروري أم رزق كمالي؟ جاء رجل إلى أحد الصالحين يشتكي له الدنيا، فقال له الصالح هل لك زوجة؟ قال أجل. قال هل لك بيت؟ قال أجل. قال هل لك دابة؟ قال أجل. قال أنت غني؟ فقال الرجل أنا عندي خادم. قال أنت ملك. بعض الناس يرى أنه محتاج وأنه يريد المزيد من الرزق، ويقصد بذلك أنه يريد أن يكون مليونيرا ويريد أن تتوسع تجارته كثيرا. يا أخي، هناك من يريد رزق اليوم فقط، يريد خبزة، يريد ماء نقيا يشربه. أرجوك تابع معي هذه المشاهد ولكن بقلب قوي بعض الشيء. يا الله يا الله. وسيلة وليس غاية، فأنت تأكل لتعيش ولست تعيش لتأكل، وبينهما فرق. إذن الرزق وسيلة للبقاء على قيد الحياة، لا أنه الغاية من الحياة. الغاية من الحياة أن أنفذ هدفي في الحياة من عبادة الله وغيرها، أن أربي أبنائي ليكونوا فخرا لأسرتهم. أما أن تكون حياتي كلها بحث عن المال والمنصب، معقولة إنسان يعيش طوال اليوم يفكر فقط في جمع المال ولا يفعل إلا أشياء قليلة أخرى، الباقي كله جمع مال جمع مال، أعيش لكي أجمع المال؟ صراحة كثير من الناس لو مات فإن أهله وأبنائه لن يفتقدوه كثيرا، لأنهم أصلا لا يرونه، هو بالنسبة لهم جهاز آلي لصرف النقود، يقبلون رأسه
ليأخذ النقود، يقابلون رأسه ليأخذ النقود. ما هذه العيشة؟ هل ترضى أن تكون هكذا؟ صدقوني كثير من الأبناء لا يحبون آباءهم حبا شديدا، يحبونه حبا عاديا فقط لأنه أبي، أصلا ليست لديهم ذكريات كثيرة معه. بعض الناس مخدوع، يعيش فقط ليجمع المال، يخدع نفسه ويقول أنا أفعل ذلك لأجلهم، لأجل الأبناء، إنهم لا يريدون كل هذا المال أصلا. أنت تعلم أنه يكفيهم من المال أقل بكثير من الذي تسعى إليه. إنهم يحتاجون حنانك، يحتاجون ابتسامتك، يحتاجون مزاحك الجميل، يحتاجون تربيتك وخبرتك في الحياة. ربما لن يجدوا أحدا غيرك يعطيها لهم، وكل إنسان يوجد له أب واحد فقط في الحياة. إذا ذهب هذا الأب فلن يأتي مكانه أب آخر. يحدثني أحد الإخوة أن أبناءه أسعد ما يكونون إذا سافروا معه. يقول مرة المرات سألت ابنتي ما هو أجمل مكان تريدين السفر إليه؟ تدرون ماذا قالت البنت؟ قالت ابنته بكل عفوية وبراءة: يا والدي، إن أحلى ما في السفر أننا نكون معك، نقضي اليوم كله معك، لا تذهب أنت إلى العمل ولا تكون مع أصحابك ولا شيء، بل تكون معنا طوال الوقت، هذا يا أبتي هو أجمل ما في السفر. يقول الرجل: هزتني كلمتها وعلمت تقصيري طوال الوقت في حق أسرتي. ختام الحلقة، أرجوك أعد التفكير في عمرك وأولوياتك، لا تكن ممن يعيش ليعمل، كن ممن يعمل ليعيش. نراكم إن شاء الله.